رمضان كريم وبعود الايام. انا هبه حسب وانتوا معايا على راديو انرجي في عادتك ولا هتشتريها. من اكتر العادات وتحديدا المشروبات المرتبطه جدا برمضان، وهي عباره عن اختراع مصري خالص، العرق سوس. كل يوم قبل الفطار كنا بنسمع الراجل زمان بيرن بايده السجاط ويقول لك يا عرق سوس شفا وخمير، يا عرق سوس شفا وخمير. العرق سوس طبعا بيتشرب في اي وقت، لكنه ارتبط برمضان من سنين طويلة جدا لأنه بيمنع العطش، لدرجة أن المستشرق ستانلي لين بول بيربط بين رمضان والعرق سوس في مصر في كتابه اللي صدر سنة 1902. الحقيقة العرق سوس نبات معروف ومقدس في مصر، أقولك من إمتى؟ من أيام قدماء المصريين. كارتر لما اكتشف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1920، الأثريين لقيوا جواها جذور لنبات العرق سوس، واكتشفوا بعد كده ان قدماء المصريين عرفوا العرق سوس مبكرا جدا، وكان شراب الملوك وعلية القوم، لانه بيشفي من امراض كتير متعلقة بالكبد والكلى والرئة والمعدة والامعاء، وبيقوي الجهاز المناعي بشكل عام، فحرص عليه المصريين القدماء جدا. لكن استخدام العرق سوس في رمضان تحديدا وبشكل خاص انتشر مع الفاطميين زي معظم العادات الرمضانية، لما تعرف عنه بالتجربة انه بيقلل من الاحساس بالعطش اثناء الصيام. بياع العرق سوس ليه لبس معين واضح جدا هتعرفوا بيه حتى لو ماشي ساكت خالص، لا بيقول شفا وخمير ولا بيرن سجاد. هتلاقي بياع العرق سوس لابس بنطلون قماش واسع جدا عشان يبقى مريح في كتر المشي والحر، وهتلاقيه لافف على وسطه حزام جلد وحزامين كمان على كتافه شايلين الابريق الضخم بتاع العرق سوس. لكن اللي انت مش بتشوفه انه كمان بيكون حاطط كيس محشي قطن او يعني شبه المخده بين ابريق العرق سوس وبين بطنه عشان بروت العرق سوس ما توصلش لمعدته، وطبعا لازم يلبس مريلة عشان لما يملك كوبايات هدومه ما تغرقش بالعرق سوس، ولازم كمان طاقية أو عمة على راسه عشان تحميه من حرارة الشمس. بياع العرق سوس ما بيلفش في الشوارع كده هائم على وجهه من شرق الأرض لغربها، هو بيلف كتير لكن في إطار منطقة معينة. البياعين بيقسموا المناطق والشوارع ما بينهم، وما ينفعش في شرف مهنة بيع العرق سوس إن بياع يتعدى على منطقة بياع زميله أو يبيع فيها. ومع الوقت كمان بقى كل بياع معروف في منطقته، ولو بيشتغل في رمضان بس فالناس بتستناه من السنة للسنة، وبيكونوا عارفينه بالاسم وعارفين كمان الميعاد اللي بيعدي فيه وعارفين صوته وطريقته في المنادية يا عرق سوس شفا وخمير. العرق سوس مش هو المشروب الوحيد اللي بيتشرب في رمضان، في كمان مشروبات تانية بيفضلها المصريين زي التمر هندي والخروب والصوبيا، وطبعا في عادات غذائية كتير مختلفة عند المصريين في رمضان هنحكي عنها وعن أصلها وفصلها في الحلقات الجاية. كنت معاكم أنا هبة حسب في عادتك ولا هتشتريها على راديو أنرجي. استنوني الحلقة الجاية وينعاد عليكم بالخير.